لكن ميسي اليوم هذا الموسم اظن في احسن احواله، تخلص اولا من ضغوطات، يعني كانت عليه ضغوطات قبل استمر في كاس العالم. كاس العالم اكيد، انا كاس العالم كانت ضغوطات عليه بشكل اكبر، لكن وصوله لنهائي مع الارجنتين ربما خفف عليه اكثر من الضغط، عدم لعب المباراة المنتخب الوديه زياده على اخذ قسط من الراحه على غير حتى الاصابه، انه تبين انه جاهز وعنده الرغبه، كانت عنده رغبه من اول مباراه ان يريد ان يلعب، يسجل، يمرر، يبدو كما قال اشرف سعيد في الملعب، وهذا شيء مهم بالنسبه للبارسا.